السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل وحول أهم وأبرز القضايا. كما سنعرج على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي الرسوم الكاريكاتورية، فأهلا بكم. مشاهدينا الكرام، بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة عدن الغد نطالع فيها: تكريم أندية وادي حضرموت المتأهلة إلى الدور الثمانية من بطولة حضرموت السادسة، اختتام المرحلة السادسة لجراحة عيون جرح الحرب بعدن، غرس أكثر من 57 ألف شتلة متنوعة بالعاصمة المؤقتة عدن، اختتام الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر وممثلي الحكومة والميليشيات. وبالانتقال إلى موقع مأرب بريس، حيث علقت بالعناوين التالية، ومنها: وزير الزراعة يشارك في اجتماع الرقمنة الزراعية بألمانيا، ضبط عصابة مسلحة بحملة أمنية بمديرية الشيخ عثمان في عدن، مكتب الصحة بمأرب يسلم أجهزة ومعدات طبية لتسع مستشفيات بالمحافظة، المحافظ البحسني يدشن المرحلة الثانية من توزيع المركبات على الأجهزة الأمنية. وإلى الموقع الإخباري لصحيفة الأمانة نت، والذي كتبت فيه هذه العناوين: مجلس الوزراء يناقش مجمل القضايا الوطنية ويدون استهداف الحوثيين لموكب كاميرت في الحديدة، بحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تنظيم ورشة عمل بالمكلة حول دور القطاع الخاص في التحضير والاستجابة والإنعاش الاقتصادي، مستشفى الغيضة يعلن علاج منتسبي جمعية المعاقين مجاناً. ومع موقع إخباري آخر نقرأ منه العناوين الإخبارية التالية، وهي من موقع الصحوة نت الإخبارية: وزير الداخلية يكشف تورط الميليشيا دعم ورعاية الإرهاب وتصديره إلى المحافظات المحررة، بدء ورشة توعوية لرفع الوعي بمخرجات الحوار في إقليم الجند، بدء الدورة التدريبية للقابلات في الطوارئ التوليدية بسقطرة، بدء دورة تدريبية أيضا حول استراتيجيات التدريس الجامعي الحديث بسيئون. ومع موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نقرأ لكم من موقع عدن تايم العناوين الإخبارية التالية: اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يقر عددا من القرارات المتصلة باليمن، بدء دورة تدريبية في مبادئ العمل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني بالمهرة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع مساعدات غذائية لنازحي صعدة في الجوف ومأرب، انعقاد جلسة رفع الوعي بخصوصية مدينة عدن في وثيقة الحوار ومسودة الدستور. مشاهدينا الكرام، نبدأ وإياكم الآن قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي، ونعرج على مقال الكاتب محمد مقبل الحميري تحت عنوان: العظماء أمثال طماح يموتون واقفين. وبدأ الكاتب بتسليط الضوء حول المشهد المأساوي واليوم المشؤوم الذي فقدنا فيه من خيرة رجالنا وبطل
مناضل وطني حقيقي. الشهيد الخالد البطل، اللواء طماح، وخير مثال للعظمة والتضحية والنضال. رحل عنا البطل طماح تاركا تاريخا نضاليا ناصعا، وكان أحد العقول الرصينة التي لا تؤمن إلا بمصلحة الناس والسعي لنيل حقوقهم وعيشهم الكريم، متنازلا عن مصلحته الشخصية ومكاسبه. وبدا مقالته قائلا: بعض العظماء لا نعرف قدرهم إلا بعد رحيلهم، لأن إعلامنا مهبوس بالتفاهات، ونفسياتنا تأبى إنصاف الأحياء وإبراز أدوارهم وهم على قيد الحياة، ونخبنا مشغولون بالمناكفات. كثير هم العظماء الذين خلفوا في أنفسنا آلاما عميقة على فراقهم، وكنا لا ندرك أحجامهم وهم أحياء. منهم الشهيد اللواء محمد صالح طماح رحمة الله عليه، وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة. ويواصل كاتبنا ويصف شجاعة الشهيد اللواء طماح وهو ممسكا بقبعته أثناء إصابته، وهو بذلك يحفظ الشرف العسكري ويحفظ الوطن من السقوط إثر الموت، وتحمل الألم ولم تفلت يده ذلك الرمز العظيم والذي يحمل معانيا عظيمة. وأكمل قائلا: رأيتم كيف وضع يدا على الجراح والأخرى على شعر الرمز. هكذا العظماء لا يموتون إلا واقفين، مهما تتلبد الغيوم وتكثر الفتن فالطريق بالنسبة لهم واضحا وضوح قلوبهم الطاهرة ونفوسهم العظيمة. ويختتم كاتبنا: سيظل اللواء الشهيد خالدا في قلوبنا وفي ذاكرة الوطن الحية كأيقونة تعني لنا الكثير، سنفاخر به ويفاخر به أبناؤنا وأحفادنا، هو وكل الشهداء الأبطال الذين حملوا على أيديهم أكفانهم وأعينهم صوب الوطن. رحم الله الشهيد طماح وجميع شهداء الوطن. وختم قائلا: لنبحث عن الشرفاء وننصفهم أحياء قبل أن يلحقوا بهذا البطل وزملائه الشرفاء السابقين أمثال الشهداء الأبطال القشيبي وسالم قطن وعبد الرب الشدادي وجعفر محمد سعد وأحمد سيف اليافعي وهلال شمسان وغيرهم الكثير ممن لم نذكر أسماءهم رحمة الله عليهم جميعا. رحم الله الشهيد طماح ورحم جميع الشهداء في الحادثة الإرهابية، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن ننتقل وإياكم لموقع صحيفة ماري بريس، ونسلط الضوء على مقال الكاتب عبد الخالق عطشان تحت عنوان الوطن بعيون الجيش الوطني. وبدأ الكاتب مقالته بالقول: لم يكن حب الوطن حكرا على فرد أو فئة أو حزب أو قبيلة، ولم يكن حب الوطن من الإيمان جملة عابرة لا تحمل أي معنى أو دلالات، وما كان الحب يوما أقوال دون أفعال. وأكمل قائلا: الجيش الوطني جزء أصيل من الشعب اليمني العريق، بل هو حائط الصد الذي تتحطم عليه بؤوس التمرد ومعاول التخريب، وتتلاشى عند أسواره أطماع الأعداء، وهو الركن الشديد الذي تأوي إليه الأمة والجمهورية والوحدة والثورة حين الشدائد والمكاره. كاتبنا يسلط الضوء على تأسيس وتكوين جيشنا الوطني، وأنه يدخل عامه الخامس على أيدي خيرة من الأبطال والرجال المخلصين والذين جادوا بدمائهم لاستعادة الجمهورية، ويتحقق حلمهم برفع رايات النصر على قمم نقم وعيبان. ووصل قائلا: استكمال بناء الجيش الوطني، والذي يتزامن هذا البناء مع خوض الجيش الوطني غمار حرب
مقدسة ضد ميليشيات الانقلاب، وما كان لجيش في العالم أن يشابه جيشنا الوطني والذي ما زال يبنى ويقاتل في وقت واحد ويسطر أعظم البطولات ويقدم أرقى التضحيات لاستعادة دولة نظام والقانون. كاتبنا يقول: وحدهم أبطال الجيش الوطني من حققوا أصدق معاني الإيمان والحب لهذا الوطن، وما كان لأحد أن يحقق ما حققوا من إيمان إلا أن يجود بنفسه وماله في سبيل الذود عن حياض الوطن. ويواصل قائلا: جبال في هيئة رجال، وجسوم تحمل أرواح الضياغم، ونور على العداء، ونور لكل من جنح للسلم. تركوا الأهل والمال والولد في رحلة نضال جمهورية، يصبرون على الألم ويستعذبون المعاناة لإدراكهم أن وراء الألم جمهورية رحبة ووطنا يشتاق للتحرير. يختتم كاتبنا مقالته بأنه: تتعاقب الفصول الأربعة ويتعاقب الليل والنهار، ومع هذا التعاقب يتخاذل البعض عن دعم الجيش الوطني، ويتهاون آخرون في الوفاء بحقوقه، بينما آخرون يقفون حائلا ومعرقلا دون استكمال بنائه ووصوله إلى مبتغاه وغايته، وليس بعد تحرير الوطن واستعادة الجمهورية وإعادة شرعيته من غاية. وصل قائلا: سيمضي الجيش الوطني واثق الخطوة يمشي ملكا لتحقيق المهام المناطة إليه، وليس بعد فتح صنعاء وأخواتها وطرد الميليشيات الإنقلابية من مهام بثبات وإقدام وإخلاص، لأنه جيش يبنى على قواعد صلبة من الولاءات، وليس بعد الولاء لله من ولاء إلا الولاء للوطن، وهو مبدأ شريف لا ينسجم مع أي حال من أحوال التبعية والارتهان. فالوطن في حدقات الجيش الوطني وبين ضلوعه ونبض فؤاده، والذي تترجمه تضحياته وبطولاته. مشاهدينا الكرام، ولتحليل والحديث حول هذا الموضوع وهذا المقال ينضم معنا من سيدة الرمال محافظة مأرب سعادة اللواء الركن محسن خسروف مدير دائرة التوجيه بوزارة الدفاع. مساءك جميل سعادة اللواء. مساء النور، أهلا بكم وسهلا. يا هلا فيك. نحن نتحدث اليوم عن الجيش الوطني منذ تأسيسه، يعني 5 أعوام منذ تأسيس هذا الجيش الوطني، جيشنا الحر الذي تم تأسيسه بأيادي كلها وفتية من الأخلص والرجال الذين كانوا حاضرين في تأسيس هذا الجيش الوطني. نحن نتحدث اليوم عن حب الوطن، وهو حب الوطن دائما يقال من الإيمان، وكيف تم غرس الولاء الوطني بعيدا عن الولاءات الضيقة الحزبية الطائفية العنصرية المقيتة. أنتم أيضا في وزارة الدفاع والكل الرجال الذين شاركوا في بناء المؤسسة العسكرية من الجيش الوطني. شكرا جزيلا لك يا أستاذ سمير ولقناة عدن الرائعة. البداية الأولى كانت كسر أو تحطيم فكرة مناطقية الجيش. الجيش الوطني اليمني تم استيعاب منتسبيه من كل مناطق اليمن، من المهرة إلى صعدة، ومن الربع الخالي إلى البحر الأحمر. هذه أولا. ثانيا، أن التنشئة العسكرية قد تمت لمنتسبي الجيش الوطني انطلاقا من قواعد الولاء الوطني. كل جندي من منتسبي الجيش يعي تماما انه ليس جيش قائد بذاته، ولا رئيس ولا شيخ ولا منطقه ولا قبيله، وان وراءه الاول والاخير معظم الله للوطن سبحانه وتعالى، وانه ليس هناك من حزب او طائفه او مذهب او منطقه لها نفوذ او تسيد في على الجيش الوطني اليمني، وان الفكر الوطني الخالص هو ما ربي عليه منتسبي الجيش الوطني. الامر الذي كان من ابرز نتائجه ان الروح المعنويه لدى مقاتلي الجيش الوطني عاليه جدا، وأنهم ينتصرون رغم قسوة الظروف التي يعيشونها في الجبهات وفي المعسكرات.
الجيش الوطني اليمني الآن جيش الشعب، ليس جيش لا فئة ولا طائفة ولا مذهب ولا شخص بعينه. هذه المبادئ الأولى التي تم تنشئة أو تربية الجيش الوطني عليها. وكان هناك رواد في هذا الجانب، كان هناك رواد في مسألة ما يتعلق بناء الجيش في البداية الأولى قبل يعني عقب الانقلاب مباشرة. كان هناك قيادات عسكرية وطنية في المغرب، منها من نزح إلى المغرب ومنها من هو في المغرب. كان هناك اللواء الركن عبد الرب الشدادي، وكان هناك اللواء كان عميد حين مبرح محمد بحيبح، ثم جاء إلى العبر لتبدأ الخطوات النظامية المنهجية الأولى في بناء الجيش حينما جاء اللواء محمد بن علي المنشي رئيس هيئة الأركان العامة. بدأ الشدادي في البداية بتشكيل نواة الجيش الوطني وشكل أول لواء، ثم حضر نفس الحظ اللواء مفرح محمد بعيبة وشكل أول اللواء الثاني، ثم جاء الفريق أو اللواء المقدشي مع مجموعة أو كوكبة من ضباط الجيش المؤهلين للتأهيل العلمي ليشكلوا مجموعة الوياب، وتم إعدادها وتدريبها وزج بها إلى المعركة في غضون بضعة أشهر، وقد تميزت بقدر عالي من الكفاءة والاقتدار والوطنية العالية. فكانت تلك الانتصارات الخاطفة والمهمة التي أنجزها الجيش. نعم سعادة اللواء الركن محسن خصروف، يعني هؤلاء هم الجبال على هيئة رجال اليوم في كل الجبهات والميادين الذين يدافعون عن حياد الوطن. نود أن نتحدث أيضا عن أهم المبادئ وأبرزها التي تم ترجمتها من خلال توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ما هي أبرز تلك التوجيهات التي قدمها القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل تحقيق النواة الحقيقية للجيش الوطني بعيدا عن هذه الولاءات الضيقة التي كانت عليه منذ سابق في العهد القديم لجيشنا؟ الرئيس القائد المشير الركن عبد الرب منصور هادي حينما التقى برئيس الأركان العامة حينها وفي اتصالاته بالقادة العسكريين الذين وجدوا في مارك في تلك الفترة، كان يشدد بقوة على مسألة وطنية الجيش وفيما يتعلق بأن القوى القتالية والقوى البشرية والولاء الوطني فيما يتعلق بعقيدة الجيش. العقيدة العسكرية للجيش الوطني اليمني هي من وضع أسسها الرئيس عبد الرحمن المنصور هادي، تقوم على فكرة رئيسية وهي الولاء الوطني الخالص. ويعني هي ليست عقيدة تعرضية ولكنها عقيدة دفاعية تنطلق من مهام رئيسية وهي الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته وحريته والدفاع عن الدولة الشرعية ومؤسساتها ويعني القضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. هذه مجموعة من الأسس الرئيسية التي بنيت عليها العقيدة القتالية للجيش الوطني اليمني، وهي منطلقة من العقيدة السياسية للدولة والنهج السياسي للدولة. كان الرئيس عبد الرب منصور هادي يقول يعني انتهى زمن احتكار مؤسسات مؤسسة الجيش ومعاهده وكلياته العسكرية والأكاديمية العليا لمنطقة أو لسيطرة قيادة أو حزب معين، انتهى الزمن، انتهى بلا رجعة. الجيش الوطني الآن ينبغي أن يبنى على أسس وطنية خالصة، يعني يكون فيها الولاء بعد الله للوطن. هذه القضية الرئيسية التي شدد عليها. لذلك نرى في الجيش الوطني الآن من هم من المهرة ومن سقطرة ومن حضرموت ومن شبوة ولحج والضالع وأبين وعدن وتعز وإب والحديدة وريمة والمحويط وحجة وصعدة وعمران ومأرب والجوف وكل المناطق اليمن بلا استثناء. ناهيك عن المناطق المحيطة بصنعاء. الجيش الوطني الآن قوامه وطني خالص. بل أنا بالعكس يعني ثبتت الوثيقة والعملية أن أبناء كثير من المناطق التي حرمت من الدخول في الجيش يعني برعوا في تقديم بطولات عسكرية فذة
سجلوا أرقام قياسية في الشجاعة والإقدام والتضحية يعني بشكل غير مسبوق. هنا يعني في مأهب وفي كثير من المناطق صار لأبناء ريمة وصار العالي والسافر وعتمة وإب وتعز تعز لها باع طويل من الثورة. كثير من هذه المناطق التي ربما همست أو هغلقت دونها كثير من المعاهد العسكرية قدم أبناؤها هنا في الجيش الوطني بطولات نادرة وفريدة، وهناك المئات من الشهداء وآلاف الجرحى وأسمائهم من فتح بذاكرة قادة الجيش الوطني وقادة الدولة الشرعية والمواطنين العاديين الذين عرفوا بهذه البطولات وبهؤلاء الأشخاص. سعادة اللواء، أختتم معك بهذا التساؤل، وأنت تتحدث عن وجود كم كبير من أبناء اليمن الاتحادي بشكل عام في كثير من المؤسسات العسكرية في الجيش الوطني، يعني ماذا أيضا عن تحرير الوطن؟ ماذا عن القرار السياسي الذي ينتظره أبناء الشعب اليمني بأكمله من أجل تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها الميليشيات؟ إلى متى؟ متى سنصل إلى صنعاء؟ سعادة اللواء، الكل متشغف. نحن لا نتمنى أن تطول الإجابة على هذا التساؤل، سيما وأن الحوثي قد نجح باقتدار في إفشال كل محاولات البحث عن السلام، وإجاباته المباشرة هي إطلاق الرصاص على الغد المنتقب الدولي الذي يقوده الجنرال باتريك كامبي. هذه الرسالة وهذا الرد العملي على كل من يبحث عن السلام في اليمن يجعل الهدف الاستراتيجي الوحيد أمام الجيش الوطني الآن هو حسم المعركة عسكريا، ونتمنى أن يكون هذا هو الرد العملي على كل محاولات الحوثي الإحباط أي محاولة للسلام. هو لا يريد السلام، هو يريدها خالصة مخلصة له، السلطة، الدولة، والمجتمع والثروة. ونحن نبحث عن دولة تدير المجتمع ويكون كل أبناء الوطن شركاء في السلطة. نعم، إذن أنا أشكرك كثير سعادة اللواء الركن محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي وزارة الدفاع، كنت معي من عاصمة إقليم سباء محافظة مأرب. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم مقالات الرأي والتحليل السياسي، وهذه المرة من موقع صحيفة عدن نت للكاتب محمد قشمر، مقالا تحت عنوان الخلل الإنساني في المعالجات الدولية للحرب في اليمن. استهل الكاتب المقالة بالقول أن السعي الدولي الحثيث لتحقيق أي تقدم أو نجاح في مساعيه لوقف الحرب في اليمن ولو بشكل جزئي أصبح يشكل واقعا يجسد الإصرار في هتك عرض القانون الدولي الإنساني بوضوح، عندما نجد أن هناك دفع بقوة لأن تكون موازين القوى غير متكافئة، بحيث تحاول الجهات الداعمة للحل السياسي كما تقول بأن ترجح كفة قوة على أخرى من خلال الضغط على طرف لحساب طرف آخر. تكمن في هذه الحالة الكثير من المشكلات، خصوصا لو كان الطرف صاحب الأفعال المجرمة بناء على المواثيق والقرارات الدولية هو الذي يحظى بذلك الدعم. وأكمل قائلا، الظاهر أن التحرك الدولي في اليمن يسعى لأن يحقق نجاحا دبلوماسيا في حلحلة الملف المعقد من أجل تحقيق أقصى فائدة إنسانية للمجتمع اليمني على وجه العموم، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب أم الشرعية. إلا أن الأغلب يدرك أن هناك سلوكا غير منطقي في التعامل مع القضية الإنسانية، وذلك من خلال رعاية وتنمية المنتهك الأكبر للحقوق الإنسانية في اليمن، هي محاولة واضحة أثمرت عن مساواة الإنقلاب بالشرعية ومساواة الجلاد بالضحية، أثمر وبشكل جزئي في تدمير القرارات الدولية التي وضعت العقوبات الدولية على قادة الإنقلاب الذين صنعوهم كأبطال سلام
من طاولة المفاوضات والمشاورات التي عجزت عن خلق حالة من السكون عند القاتل. ويختتم كاتبنا مقالته بأن الخلل واضح من خلال التعاطي مع الإجرام على أنه جزء من معادلة سلمية يجب أن تتم وفق رؤى المجتمع الدولي الذي لم يعد يفرق بين الخير والشر، بل أصبح يساهم في تربيع الشر كحاكم على رؤوس الضحايا من أجل ألا يجرؤوا على مقاضاة قاتليهم. وأكمل قائلا: الحالة اليمنية كشفت وتكشف الكثير من الحقائق التي كانت مخفية خلف المواثيق الدولية الإنسانية، فبرغم كل التقارير التي تؤكد وجود مآس دولية صنعها الحوثيون كانقلاب، إلا أن المجتمع الدولي ما زال يتودد لهم من أجل أن يكونوا جزءا من النظام السياسي اليمني. والكارثة هنا موافقة التيارات السياسية لهذا الكارثة ورفض الحوثيين لها كونهم لا يرون في أنفسهم إلا أصحاب الحق. التواجد الأممي في الحديدة يشكل خطرا على اليمن وتأجيلا أو تأخيرا للحسم العسكري أو إلغائه ما هو إلا إعادة تدوير الانقلاب بطرق شتى وتثبيتهم بأساليب دولية. نصل مشاهدينا الكرام وإياكم الآن إلى آخر مقالتنا، وهذه المرة من صحيفة الوطن البحرينية، ونسلط الضوء على مقالة للكاتبة سوسن الشاعر تحت عنوان: هل أمريكا جادة في مواجهة إيران؟ وتسلط كاتبتنا الضوء حول جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أتت لتؤكد ثبات السياسة الأمريكية وعدم تراجعها، ولتعالج وتلملم أضرار تصريحات ومواقف ترامب التي تبدو متناقضة في كثير من الأحيان ومتسرعة وغير مدروسة. وبدأت قائلة: ما يهمنا في المنطقة كشعوب متضررة من المشروع الإيراني هي أولويات منطقتنا، وعدم وجود أي وضوح استراتيجي تجاه الميليشيات المدعومة إيرانية في المنطقة التي ترد تارة في الخطابات الأمريكية باسم الأنشطة الإيرانية وتارة أخرى باسم الجماعات الإرهابية التي تخوض حربا بالوكالة. واصلت الكاتبة أنه ما يهمنا أيضا هو أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفا واضحا من قطر التي تعلن يوميا عن مزيد من الانفتاح على إيران والتنسيق مع إيران ووجود قوات عسكرية إيرانية على أرضها، وألا يكون خطابها عموميا لجميع دول الخليج حين يتم الحديث عن ضرورة مواجهة الخطر الإيراني. وأكملت مقالتها قائلة: وما يهمنا أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أننا كدول للتحالف العربي نخوض بالفعل حربا حقيقية مع إيران نيابة عن المجتمع الدولي برمته الذي إلى الآن متردد في مواجهتها، وخاصة أوروبا لاعتبارات تجارية كما قال وزير الخارجية البولندي. ما يهمنا أن يعرف العالم أننا نخوض حربا مع إيران بالفعل أوقعت فيها ضحايا بشرية كبيرة وتستنزف منا تكلفة غالية. وخلصت إلى القول أنه نحن في مواجهة مع جيش الميليشيات الإيرانية الذين يحاربوننا بالوكالة عن إيران التي تقودهم بقيادة مركزية واحدة وبسلاح إيراني وتمويل وتدريب إيراني. وأكملت: العقوبات على إيران عامل مساعد نعم، ولكنها ليست سوى عنصر من عناصر الاستراتيجية، وتحتاج هذه الأداة إلى وقت كي تؤتي ثمارها. إنما الجدية مفقودة من المجتمع الدولي في التعامل مع وكلاء إيران في المنطقة، فهناك من يعتبرهم أقليات تحتاج إلى دعم، وهناك من يعتبرهم طرفا في صراع محلي
وهناك من يضعهم في مصاف الحكومات، وهناك من يدعو إلى عدم استخدام القوة معهم، ومنظمات حقوقية تناصرهم، واتحاد أوروبي يتعاطف معهم، وأمم متحدة تساعدهم على المماطلة وتمد لهم يد العون كلما اقترب الحل. وتختتم كاتبنا مقالتها بأنه المشكلة الأساسية أن المجتمع الدولي لم يتعامل معهم كوحدة واحدة، بل يتعامل مع الميليشيات اليمنية الإنقلابية على أنها مشكلة يمنية، ويتعامل مع الحشد الشعبي على أنه مشكلة عراقية، ومع حزب الله على أنها لبنانية. وتختتم قائلة: التعامل الجدي وتوحيد الرؤية تجاههم من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية مع تلك الجماعات المسلحة هو ما نفتقده، وإجبار إيران على وقف تزويدهم بالسلاح وتمويلهم وتدريبهم هذه الجماعات ما لم ترى جدية من الجميع، فإن جميع الإجراءات التي تستهدف إيران ستكون مجرد جولة تكسب فيها إيران المزيد من الوقت. مشاهدي الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى آخر فقرات الصحافة، وهي فقرة الرسوم الكاريكاتيرية. نشاهد وإياكم.
إلى هنا مشاهدينا الكرام ننتهي وإياكم من برنامجكم الأسبوعي حصاد الصحافة، يمكنكم دائما متابعة كل جديد عبر منصة التواصل الاجتماعي قناة عدن الفضائية، سوشيال ميديا تويتر ويوتيوب وفيسبوك. دمتم ودم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.